وحول هذا الموضوع قالت السيدة سونيا جناحي عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين في اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قالت إن هذه القرارات الحكومية تحافظ على مصالح ومكتسبات القطاع الخاص. طبعا هالقرارات لا شك إنها بتحافظ على مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، وبتجنب الاقتصاد الوطني التداعيات السلبية لانتشار الفيروس واللي أثرت على الاقتصاد عالميا من خلال حماية القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس، حفاظا على النمو والاستدامة للقطاع الخاص إن شاء الله.